الذي يرقب الشمس كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان نقرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا أخر الإنسان صلاة الفجر يا إخوان لا تسأل عن بقية الصلوات الأخرى، فقد يعاقب عياذا بالله عن فعله السيئة بسيئات كما مر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة المخرج في البخاري في حديثه الطويل في الرؤيا التي رآها صلوات الله وسلامه عليه، وأنه آتاه آتيان قال فقال لي أنطلق، قال فمرنا على رجل فإذا هو مضطجع وإذا آخر على رأسه يضربه بالصخرة فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيذهب إليه فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يفعل به في المرة الأخرى كما فعل في المرة الأولى. فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. حتى يجي واحد يقول رفع القلم عن ثلاثة، سنة كاملة القلم مرفوعا، نسأل الله الحفظ والسلامة وأن يهدي ضال المسلمين، ينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا يشمل الصلاة كلها. ولهذا تلحظون أن المقصرين في هذه الصلاة يا إخوان تفوت عليهم صلوات عديدة، وابتلي الناس بالسهر، والسهر من أسباب إضاعة صلاة الفجر والصلوات كلها، حتى إن كثيرين ربما ذهبوا إلى أعمالهم وهم لم ينالوا يناموا الليل. فلا تسأل عن العمل هل يؤديه وكيف يؤديه، ثم يرجع إلى بيته بعد نهاية دراسته أو عمله ثم ينام ويستيقظ كيفما اتفق، فربما نام بعد الظهر وفوت صلاة العصر والمغرب والعشاء واستيقظ في منتصف الليل، وهكذا ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ينام عن الصلاة المكتوبة. فلما تركوا صلاة تركوا مع الصلاة صلوات،